ده انا معاكي لحد ما تزهقي مني، لحد ما تقولي لي يلا امشي من هنا. عمري ما هزهق منك. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى قلبي ده بص وربنا قلبي ده استنى. اهلا واضح، انا طارع عماد. طرطوره ده يعني اغرب اسم دلع في العالم، يعني حاسه انه مش حلو. ممكن اختار توم جيري، يعني انا عارفه انه الموضوع ممكن يبقى أهبل شوية، بس بجد حساهم كده حياتهم جميلة وبسيطة وفيها أكل كتير. أنا فاكرة زمان وأنا صغيرة لما كنت بزور خالتي في الجبل الأسود، مرة كنا عند البقال وسرقت سوداني واحد، وخالتي بهدلتني وقالتلي إن دي بداية ممكن تخليني أنا أبقى حرامية بعد كده وبهدلتني. أنا كنت فاكرة إن ده درس اتعلمته جامد قوي، ولسه من قريب أصلا قايلة لمامتي، فده سر محدش يعرفه غيرها هي تقريبا. الصبر دايما بيتقالي، حتى مامتي دايما بتقولي إن أنا شخص صبور قوي، وأتمنى إن دي حاجة عمرها ما تتغير فيها، لأن ساعات ممكن يحصل إن الصبر اللي عندي يعني يروح، فبتضايق لما مش ببقى صبورة كفاية، وحاسة ان دي من الحاجات اللي يعني انا بحبها في نفسي، فحابة ان هي دايما تكون موجودة. بخاف قوي من الضلمة، دي حاجة نفسي صراحة ان انا اتغلب عليها، لان مش بحب الضلمة خالص، ومش بحب لما النور بيقطع، ومش بعرف يعني، بخاف قوي ادخل اوضه ضلمه واولع النور، يعني مش هدخلها، هفضل واقفه بره كده واستنى حد يجي يولع النور. دي حاجه حابه ان انا يعني اتغلب عليها. ان انا نفسي اروح بالعجله من القاهره لجنوب افريقيا، دي حاجه محتاجه 3 4 شهور، ومحتاجه تجهيزات، ومحتاجه وقت، محتاجه حاجات كتير قوي، وهي صعبه جدا يعني بالنسبه لي، بس ان شاء الله. يعني هقول لك دلوقتي اول حاجه عارفه افكر فيها، لما كلموني لمسلسل صاحب السعاده وقالوا لي انت معانا عايزينك في مسلسل صاحب السعاده وهتيجي تقابلينا بكره. بكري مين يا عم بهجت؟ انا اتجوز بكري، انت زي اخويا. وانت قصدك على مين؟ سيف. فاظن ده دلوقتي انا شايفاه كاسعد يوم في حياتي، لان وقتها ما كنتش عارفه ايه اللي بيحصل، بس من اليوم ده كل حاجه بعد كده اتغيرت في حياتي، يعني كل مشواري الفني بقى ابتدى بجد، فحاسه ان ده كان بالنسبه لي انا وبالنسبه لشغلي كان اسعد يوم. يا راجل يا روح الحيل قاعدين